السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ الحمد لله يا اخواننا، احنا اليوم موجودين بإحدى الفنادق في آسيا، واليوم الحمد لله كان لنا جلسة مع بعض الأشخاص اللي مدونا في المعلومات في 2019 لما الدكتور سامي طلع وقال على الملك عبد الله. طبعا احنا في تونس وحنفضل في تونس مع كل التعليقات الغبية، حنفضل في تونس ونوعي الشعب التونسي على المملكة التونسية الذي يحكمها أسرة سعيد، يعني مش أسرة سعيد الموجودين في الكويت، ولكن أسرة سعيد التي هي الآن تؤسس حكم رئاسي ملكي، والقاضية شبيل تحكم بطريقة وأخرى، وهي الذي تعين وتسعى لتعيين من يكون رئيس وزراء ومن يكون وزير دفاع، وسبقكم الحبل على الجرار. لكن حلقتنا الآن هي ما تحدثنا بال 2019 على 35 شركة، عندما أنا سأنشر الآن الفيديو لنشرت 2019، والكل قال أنه أنا بدي فتنة، وهذا من الفلسطينيين المستعربين، وهذا من عرب إسرائيل اللي بحبوش الفلسطينيين في الأردن. واكتشفوا الأمس لما كل الصحف العالمية تحدثت عن بعض زعماء العالم، بينها الملك عبدالله و 35 شركة، ويمتلك عبدالله قصور وعقارات بقيمة لا تقل عن 220 مليون دولار. أوكي، هذا فقط قصر واحد في بريطانيا، يعني كله اللي عم بمتلكه 4,600,000,000 عقارات وأموال نهبت، حتى لما ورطوا الملكية الأردنية وأخذوا عليها قروض أخذ كوميشن، لما حطوا جماعتهم اللي تابعين للأميرة بسمة وأيامها رغد، والآن حتى مركز الحسين السرطان بيأخذ عليه كوميشن الملك عبدالله. فأنا لما قلت لكم إنه إنسان تعرزجي، صاحب كاس، صاحب مزاج، إنسان ما بيعرف أصلاً، إنسان هذا تاجر وقضية فلسطينية، يعني الفلسطينيين في الأردن بقول لك الملك عبدالله، الملك عبدالله، الملك عبدالله هو اللي تاجر في القضية الفلسطينية، وهو اللي عمل عليها كوميسيون وأخذ فلوس، وهو اللي بقول لك ضد ومش ضد صفقة القرن ومع صفقة القرن. الملك عبدالله لما وصل أخذ المليارات هذه، وأنا حذرت وقلت أنه عنده 34 زواج عرفي مع ممثلات ومع مشاهير من المشاهير اللي كانوا في الأردن، الملك عبدالله أي نعم كانوا يجيبوا له اللي بده إياها يكتب عليها، وكان يطلع هو بسيارة يسوق. الملك عبدالله، الملك عبدالله لما الأخوة العلي كان يستعمل مخدرات ويسكر ويروح يجيبوه من الدوار الثاني من الباب اللي هو اسمه الكورني الأمير علي شراء، لما أنا كنت أروح عند عبير أعالجها، عبير بنت الحسين اللي هي بنتهم بالتربية الأميرة عبير، وكنت أروح عندها على دبوك، كنت أروح عندها أعالجها، كان علي يدفع المصاريف. الأميرة عبير هذه اللي هي مش بنتهم وأختهم، اللي هي فقط بنت الطيار اللي مات مع الملكة عليا لما سقطت الطائرة، لما قتلوا الملكة عليا عشان ما تصير ملكة فلسطينية بالضبط، عشان كان لها شعبية قوية وما بدهم إياها تمتد. فلذلك الملك عبد الله لما أنا تكلمت عنه ب 2019 الكل انتقدني، الكل قال إني صاحب فتنة زي ما بيحكوا اليوم على قيس سعيد، بس أطلع بقول لك هذا ماسوني، هذا صهيوني، احذروا ماسوني. والمشكلة بعد 5 شهور الصحي والتوانسة قالوا هذا مواجه صحامة، ليه ما ردنا عليه؟ ليش اليوم لما أنا بطلع بقول اليوم كتير بصدقه وبعرف أنا صادق. لذلك الملك عبدالله هو الرجل الماسوني الأول في الزعماء العرب قبل محمد بن سلمان وقبل أبناء زايد. الملك عبد الله لما أمس الواشنطن بوست ونيويورك تايمز وكل الصحف العالمية شهرت في أكثر من 30 رجل
وزعيم اللي يمتلك من ضمنهم بوتين تبع روسيا. وكان ما إلي بوتين، ما إلي أنتقد بوتين، إلي أنا في اللي موجود عندي. الملك عبد الله اليوم ينتمي إلى الماسونية العالمية. الملك عبد الله بخطوات بخطوات، لما سجن الأمير حمزة ممكن تقول وين حمزة؟ حمزة وينه؟ حمزة في بيته؟ يا سلام، حمزة بكسره؟ الله الله، شو بتحكي؟ حمزة لا ببيته ولا بكسره، حمزة إقامة جبرية وبيتصل فقط، حتى حاجبين عنه اتصالات وقت ما هذا وبيأخذوه بيستغلوه. وحمزة أكل، حمزة أكل ضرب لما وزع قرايبه. الأمير علي لما كان يستعمل مخدرات كان الملك عبد الله هذا يحطه حارس، يقول له انت حارس تبع الشخصي، انت افتح الباب السيارة. نعم هذا الأخ. فلذلك لما نتكلم على تونس كل كلامنا صح، لما كلكم نحن نشرنا عن الملك عبد الله وسرقاته ونصبه واحتياله في 2019 ما صدقته. والآن للشعب الأردني يفهم انه إزاحة الأمير حمزة هي لا إلا فقط عشان تفضى الساحة للملك عبد الله. إزاحة الأمير حمزة من الساحة وسجنه تعذيبه وأخذه بالقوة يسكن في مكان تاني مش في بيته، إنه مش في بيته أصلا، عنده بيت جديد مش بيته مش قصره. الموضوع هون كبير، موضوع هون موضوع ماسونية وموساد وإسرائيل وتدخلات خارجية وأجنبية. ما تقول لي كوشني ولا كل ترامب. الملك عبد الله اليوم هو خطر على القضية الفلسطينية أكثر من نفتالي بنت وأكثر من نتنياهو وأكثر من لبيد. الملك عبد الله عنده أجندات لمدى بعيد. بكرة بتشوفوا التوطين يا أهل فلسطين، يا أهل فلسطين الموجودين في الوحدات وفي مخيم الحسين، جاي عليكم، سيتم توطينكم في الأردن وحتنسوا حق العودة. هذا هو ما يوصي به الملك عبد الله، وهيك دولي العهد. وبعدين بقول لك أنا ضد وأنا رفضت وأنا ضد وأنا رفضت، ببيع كلام بسحب وقت عبين ما تنضف المنطقة من محمود عباس، لأن محمود عباس خايف، ولا هو من عنده من بكرة بده يسحب ما يلاقيش قضية فلسطينية. لكن محمود عباس خايف، زي ما فحروا وطلعوا من جلبوع الأسرة، والله بكرة بفحروا له من تحت المقاطعة بيأكلوه. فهو عباس خايف وبقول لك احنا ضده، احنا معه واحنا وطنيين وحبيك في عاد. ليفهم الجميع بأنه الملك عبد الله هو أكثر الشخصيات والزعماء العرب أي الماسونيين، وأكثرهم الناس نفاق. فالملك الأردن هو ملك لا يصلح أن يكون مسؤول أو الأسرة الحاكمة اللي لها حق التصرف في المقدسات في القدس. شفنا الشيخ جراح، الملك عبد الله ما كانش يقدر يرفع تليفون نتنياهو. الملك عبد الله ما يستطيع، انه ضعيف لانه صاحب امار صاحب كاس. هذا رجل صاحب كاس وانكمار وشراميط، هذا اعطيه بس نساء واعطيه شرب خمر، ما بيعب اكتر من هيك. الدولة بالاردن رايحة للحضيض، وبقولوا لك هدول فتنة، انه فتنة. اصحوا شوفوا وين حمزة، شوفوا وين الناس هذه كلها، وشوفوا وين اللي بقول لك بدهم يعملوا انقلاب. في بشيء اسمه انقلاب الأردن؟ ما كله مخطط من عبد الله ومن جماعة المخابرات بالجندويل. ما تقول لي هذا موساد، هذا USIA، هذا ماسونيين، هذا لفتنة. اهدوا وصدقتوا وحطوا كمادر في دمكم. اصحوا شوفوا في تونس شو عم بصير. شوفوا واحد أهطى لا بعرف راسه من الجري، أجا بدعم أمريكي، غدر بأمريكا، راح مع فرنسا، زوجته قاضية اليوم بدعم إماراتي فرنسي،
عماله بتطور، وأمريكا زعلت على الإمارات، ومع هيك لسه بتمده. فلذلك اللي بيصير اليوم في تونس هذا طريقهم إلى بناء مملكة وحكم رئاسي وليس ديمقراطي، وليس لهم هناك إلا الشعب والشارع تصدى لهم. وما تقول لي بده فتنة، فتنة شو؟ يعني شو يعني اللي بكتبوا لي أنت فتنة، أنت كذاب، هات لي اثبت لي أنا مش كذاب. شو بيصير عندك في تونس؟ لما حكينا عن السيسي قلت كذاب، شو السيسي بالآخر تربع وأجى تربع وقعد على العرش، والجيش بيحكم وبقبض، الشعب جوعان. شوفوا شو عم بيصير بالجزائر كمان شوي، شوفوا صبركم، شوفوا شو عم بيصير الآن في سوريا، شوفوا شو عم بيصير. بقول لك سيتم إرجاع لاجئين، سيتم منطقة أمنية أعطائها عشان يعودوا. شوفوا شو عم بيصير بلبنان، لبنان كم كيلو البصل. شوف شو عم بيصير بلبنان، في شيء لا مزوت ولا في سولر ولا في بنزين. شوف شو عم بيصير بضفة فلسطين، الكل مقلوب على أبو مازن. شوفوا شو عم بيصير بالبحرين، العائلة نفسها المالكة اللي هن أولاد عمه لآل خليفة انقلبوا عليه، نصهم بسريلانكا. أنا تحدثت مع قسم منهم، خالد آل خليفة اللي موجود بسريلانكا بشانغريلا هوتيل، شخصيا تحدثت معه، وعنده عصابة وعنده عالم ودعم إيراني بده يعمل هناك الانقلاب. شوف شو عم بيصير بعد براح أحمد الصباح. إحنا شو بتحكوا؟ فإحنا كصحفيين وسياسيين وعالم نختص في السياسة، نختص في العلوم السياسية الشرق الأوسط، لنا الحق أن نقول في الإعلام ما نشاء ليصحى الجميع. وانظروا شو عم بيصير، كلهم خون، كلهم خون. وبالآخر اللي بيكلم الحقيقة بيقول عنه إيه، هذا برا الصف، هذا إنسان ضدنا، يلا عم أبوك أبو ضدك. فلذلك نحن في الصحافة والإعلام والخبير الاستراتيجي نؤكد لكم بأننا الآن على اقتراب من انهيار المنظومة في الأردن، والمملكة في الأردن ستنهار، والأسرة الحاكمة سيتم وضعها تحت الحراسة أو تحت قيد. يعني قريب جدا تسمعوا بأنه الجيش الأردني بمساعدة إسرائيل انقلب على الملك ووضعه تحت الإقامة الجبرية، لأنه حمزة هو الذي كان سيمرر بعض الأشياء اللي هي فيها لصالح الشعب الفلسطيني، وما بدهم الشيء هذا، بدهم الشيء اللي يمر بس مثل ما بده عبد الله. وكذب عبد الله، بقول لك عبد الله انه هو حمزة بده لصالح صفقة الكهرباء، هذا كذب، كذب. حمزة ضد صفقة الكهرباء مع الشعب، الملك اللي عمله بيسحب وقت. وشوف شو عم بيصير انت في الامارات، الامارات هي عبارة عن منظومة ستنهار عن قريب، مش حتضل هيك. انه تخيل لما عندك 400,000 او مع المقيمين هناك يعني الجنسيات الاجانب 10 مليون، لكن 500,000 اماراتيين اصليين او 600,000، هدول الاصليين اماراتيين ابناء الوطن الاماراتي، اذا كان مكان بالشارقة ومكان، كلهم على بعض بيجوش 1.5 مليون. اما عندك 10 مليون، لما تيجي تصير انهيار بالامارات، هل الاجانب حيضلوا فيها؟ طبعا لا، الامارات اليوم قوية وكبيرة في الاجانب، ولكن هي دولة ضعيفة طلبت الطائرات المتقدمة واسرائيل سمحتها لكي تتفوق على قطر وعلى السعودية عشان تسيطر على المنطقة وتأخذ حصة الاسد. وطبعا لا تنسوا قطر ما انتهت قصتها، والانقلاب ما انتهى، الصلح اللي صار صلح هش وليس صدق. انه قريب تسمعوا انه في بين قطر وبين احدى الدول الخليج مناوشات، او حتى حيكون في هناك انزال جيش الى داخل الدوحة، واللي حيقوم العملية هذه العسكرية جماعة احلام الامارات وجماعة محمد بن سلمان. يعني اتأكدوا انه هذا كله هش كذب، وما تقولوا فتنة، اصحوا، ما انتوا الشعب العربي عمال بيأكل بعض،
واحد فيكم بياكل الثاني تقول لي فتنة. في الأردن المنظومة تنهار، في قطر قريب جدا حتسمعوا خبر صاعق اللي عم بيصير الآن في لبنان، انهارت المنظومة في لبنان، فيش حكومة فيش دولة. اللي عم بيصير بفلسطين كلهم ضد أم مازن، اللي عم بيصير بسوريا عدم استقرار 11 سنة، والآن بده يتم تغيير بشار الأسد من إحدى القادة اللي داخل الجيش وبيدعموا بوتين. بشار طبعا مريض، وهذا المرض هن مخبين عن الشعوب. لذلك انتبهوا انتوا، بأول 2022 سيكون هناك فيروس جديد. الفيروس هذا سيأتي عبر البهائم، يعني من المواشي والبهائم. الفيروس هذا حيكون مصطنع، ولكن حيكون مصطنع مش من قبل الصين، حيكون مصطنع من قبل كوريا. وتأكدوا إشي واحد وبس، أول 22 الكورونا حتطلعوا منها؟ لا، الكورونا الآن حنعيش معاه، ولكن حيجي فيروس جديد، الفيروس الثاني حيجي بالضبط ويقضي على كل شيء. أي إنسان على وجه الأرض اللي في شيء عنده الشيب اللي أخدوه ومصطنع، وكل هاي سياسات الماسونية. الشيب الموجود بجسمنا وأخذناه، هذا بيجي يوم واحد بيقضوا على نص الكوكب أو نص سكان الأرض. ولكن الآن في فيروس حيجي ضد الناس اللي مش مطعمين، مش كورونا، إشي زي الكوليرا، إشي زي الأبولا، إذا ذكرين الأبولا. فإحنا تفوتوا على تسريبات استخباراتية دكتور سامي بيوتيوب وشوفوا فيديوهات 2019. كل فيديوهات 2019 بتدل إنه أنا بشهر 10 تحدثت على إيش؟ تحدثت على مرض. أنا تحدثت إنه حيكون في وباء. أنا حنزل الموضوع هذا في عندي بصفحة هذه على يوتيوب، وتأكد إنه أنا حذرت من هذا الموضوع من 2019 شهر 9 لما تحدثنا عن السيسي وعن البسكويت المسمم وعن الوباء وعن إسرائيل تسمع عمالها بوباء اللي يقضي على العالم. فأنا بقول لكم معلومات مؤكدة، ولا مرة بتخيب معلومات، ولا مرة بتخيب المعلومات تبعت إنسان اللي بيجيبها من قلب الويكينيكس أو قبل ما ينشروها. لأنه في بعض العلماء والباحثين اللي هم تابعين ومقربين لمارك زوكربيرغ تبع فيسبوك، وعارفين منيح انه الان المنظومات الدول عم تنهار، وبعد ما يتم تطعيم بعض الدول التطعيم الثالث حيموت اقل لا يقل خلال اربع سنوات مليار ونص من البشرية، طبعا بسبب التطعيم. حيجي وباء جديد نستنشقه، وحيكون فيه يركب على بعض زي تشيب، هذا عبر استنشاق بس، مجرد يرموه في الهواء استنشق، مش لازم لا يعطس وجهك ولا يكح. صبركم، وهي الفيديوهات على يوتيوب، لو متنا أولادنا حيشوفوها. السلام عليكم أخواننا.